قال سي أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت تبنغ أحدا أي أسرع ما في غقاوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى من رأى الأبا في مشيه أتكنت في أنصى كأنما الأرض تطوى له كي كاسي كسا أنا ندي وقريشي إنا لنجهد أنفسنا منا وهل تكم وهو غير مقترس جيبا من كل أوابا وفي صفته يا ذو أتكن صفا من ذا الله عليه السلام أن ضيك وجوا داري سكان تبصما يا ذا مرمشين وإذا التفت زمن ذا الله ذي ويويا التفت مان ويويا كباديا وإذا مشى زنزيت فيها مشى تقلها يكني تفيا بذاكرا كفا فأنما ينهض الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احبابي واخواني لابد ان تشكروا رئيس أولا ثم لوزير ثانيا هم سبب إتياننا وتسهيل إتياننا لولاهم ما أمكن الأمر وما رأيتم أجيات لكل خائف وجلم يا رب يا حق يا من لا يخرج آمين حضر الأمة خير الحجر لهم ولا ينالهم نسر ولا حسر آمين السلام عليكم ورحمة الله محمد حاضر الأمر الله نبي اللهم صل على سيدنا محمد في المهد الكبير اللهم صل على سيدنا محمد صدى الله صلى